This is almost a graveyard. So بقي لدينا خمس دقائق لتلخيص ما حصل اليوم في هذه الجلسة. سوف نقوم بإلقاء الضوء على ما قامت به المملكة العربية السعودية وخلق هذه الفرص العظيمة. قد لعبت دورا مهما لتطوير المصادر العظيمة بناء على الخبرات التي لدى المدن الأخرى. ما قاموا به هو تسليط الضوء على ما قامت به على المدن الأخرى، الدول الأخرى الشقيقة، حيث قاموا بوضع مخاطبة قد قاموا بوضع الاستراتيجيات الصحيحة ومشاركة الثقافة الصحيحة بناء على المفاهيم الصحيحة، وقد وضعوا كل هذا في أطر في أطر صحيحة. لتطوير قطاع التعدين والصناعة، لقد فهموا المفاهيم الصحيحة لتطوير قطاع التعدين والصناعة. البنية التحتية العظيمة والإمكانات التي لدى المملكة، لقد قاموا بالتعاون لتطوير والنهوض بهذا القطاع. قاموا بالتأكيد على قيمة التنافس مع الخارج بناء على قطاع الرأس المالي. لقد فهموا، لقد لدينا جلسة عظيمة اليوم لمناقشة قطاع التعدين والصناعة أو ومستقبل الصناعة، مستقبل التعدين في المملكة العربية السعودية. نعم. سوق رأس المال. And yet they've got speculative stocks running at 15, 16 times, and they wonder why there's a dearth of capital coming out of the equity markets as risk capital. And we don't see anything like. لم نرى مثيلا لهذا المجهود الجبار. 10, 15 private equity firms, funds who actually understand and know the industry. And so what are the? نعم. They've said we'll give you. لقد قاموا بمشاركة 75% من رأس المال. نعم، وبالقياس سوف نعطي فرصة للدول الأخرى للاستثمار الأجنبي. Then we'll have a 90-day before you can go into a mining license. You can look for any minerals you like. You don't have to nominate the minerals. نسمح لكم للقيام بالبحث عن المعادن المتاحة، ولن نذكر أسامي معينة للمعادن. Going into a new jurisdiction. And they've understood. أنا لقد فهمت أن المملكة العربية السعودية وضعت نفسها في الموضع الصحيح، وهذا هو المكان الذي قد تترأس فيه موضعا مثيرا للاهتمام. لديهم العديد من الإمكانات. لقد قالوا أننا لدينا رأس المال ولدينا السعة لاستخدام هذا المال. تمويل قطاع التعدين والصناعة يحتاج إلى العديد والعديد من الأموال.
وليس فقط قاموا بدعم العديد من الشباب، ولكن قاموا بالدراسات لاستخراج البوكسايت والألومنيوم. هذا فقط في هذا القطاع. ماذا عن مجهوداتهم الجبارة في هذا؟ وأيضا في استخراج الليثيوم يحتاج إلى ظروف خاصة لاستخراج الليثيوم، وبالإضافة إلى المجهود الجبار لاستخراج الليثيوم، فقد قامت المملكة العربية السعودية ببذل الجهد والمال في استخراج هذه المعادن. لقد فهموا الأوامر، لقد فهموا المتطلبات، لقد فهموا المخاطر، لقد فهموا الاحتياجات، وفهموا احتياجاتهم إلى الأيدي العاملة والإمكانات من الخارج، وقد حصلوا عليها عندما جاء الأمر إلى الإمداد بالأمن والثقة، عندما أرادوا إلى وضع النظم والأطر لتحديد هذه الصناعة. هذه هي